وانطلاقة شوطنا هنا المنطلق هو الشوط هنا الذي يسير بهذه الانطلاقات. نتابع هذا الشوط وهذه الانطلاقات والتحديات هنا الجميلة التي تسير. شوطنا التاسع هو الخاص بانطلاقة الثنايا البكار المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل في هذا المساء الجميل في هذه التحديات التراثية المتميزة، أمسية هذه الليلة، أمسية الثنايا هنا على أرضية هذا الميدان. نسير معكم إلى الانطلاق، نسير إلى التحدي والإثارة، نتابع صدارة هذا الشوط وماذا يدور من تحدي وأيضا تقدم في هذه المسيرة. الصدارة والمقدمة والمركز الأول تأتينا بهذا الانطلاق والأداء الجميل. هنا أخيرا ثامر بن سيف بن ثامر المرر المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني تأتينا مشكورة هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل. وهنا غازية لمنصور بن علي بن خصم الاجتبي المنطلقة. هنا بهذا الانطلاق والأداء هناك ندى أحمد بن خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري منطلقة بهذا الأداء الجميل وعالية. من تأتينا على المركز الرابع بهذا الانطلاق والأداء هنا والتحدي هنا بانطلاقة محمد بن حمد بن سالم الدرعي المنطلقة على المركز هنا الرابع والمركز الخامس. تأتينا الأنبياء حمدان بن حمد بن راشد بن غدير اللي اجتبي بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. هنا شعار الكاسي والبندقية في أمسية هذه الليلة، شعار التوقيت الأفضل مع المهندس الذي تابعناه في هذه الأمسية كما تابعناها في المواسم القادمة بأدائه الجميل. هنا والتحدي شعار البراء البيارق يأتينا هنا أيضا بهذا الأداء الجميل والتحدي. نتابع مشاهدينا الكرام الوصول على المركز السادس. هنا شوق لمحمد بن خميس بالصوب هنا لقتبي أيضا قدم لنا اسم رائع أيضا وجميل وحظت بالفوز والناموس مع الهبوب وسلمت على اهالي رفاده في هذا المساء الجميل. اما المركز السابع سابع مراكزنا سمحه عوض بن مهدي بن هادي الاحبابي وعلى المركز الثامن. المركز الثامن والمنطلقه هنا هملوله لسعيد بن خلفان بن مصبح الرزي الشامسي. من يقدم هملوله بهذا الانطلاق والاداء الجميل. الوصول هنا من قبل روعة محمد بن دحبة بن سعيد بن زفنة العفاري من يقدمها توسعا وعلى المركز العاشر. المركز العاشر والقدوم في هذه اللحظات من الظبية عبيد بن حلوس بن ذبان العامري من يقدم الظبية على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى في انطلاقات وتحديات هذا المساء. نعود مشاهدينا الكرام الى الصدارة، نعود الى المقدمة الى المركز الاول الى صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق والاداء والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. صدارة هذا الشوط هنا وانطلاقة شوق من انطلقت بالصدارة انطلقت بالمقدمة وبالمركز الاول هنا مع محمد بن خميس بالصوب لاجتبي من تتسلل الى المقدمة والى الصدارة والى المركز الاول. بينما المركز الثاني ندى لاحمد بن خلفان من محمد بن خصيبة الظاهري والوصول من عالية عالية القادمة بهذا الانطلاق والاداء. هنا سلطان بن محمد بن حمد بن سالم الدرعي من يقدمها بهذا الانطلاق والاداء الجميل. بينما
يباع. نتابع مشاهدينا الكرام التحديات، نتابع الإثارة. مرحبا بالجميع، هنا المركز الرابع والقادمة على المركز الرابع. لميا المنطلقة، لميا المتحدية، باحثة عن الفوز وعن الناموس. لميا هنا لحمدان بن حمد بن راشد بن غدير الكتبي، يقدمها على المركز الرابع وعلى المركز الخامس. المركز الخامس خيرة الثامر بن سيب بن ثامر المرر، من يأتينا هنا من الظفرة للمشاركة بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل والتحدي المميز هنا على أرضية هذا الميدان. هنا 6 دقائق 11 ثانية وأربعة من الأجزاء من الثانية لأول 4 كيلومترات منقطعات مع هذه المسيرة لهذا الشوط. نتابع مشاهدينا الكرام الانطلاق، نتابع هنا المركز السادس والقادم على المركز السادس من القادم. هنا على المركز السادس روعة قادمة تأتينا هنا، محمد بن دحبة بن سعيد بن زفنة لعفار يقدم لنا روعة بهذا الانطلاق والأداء الجميل. كذلك اسم جديد هنا القادمة في هذه اللحظات وصل بن غصنة، هنا أيضا مع نوف صالح بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري مع نوف بهذا الانطلاق. بالخصم يأتينا من الجانب الآخر هنا بانطلاقته هنا غازية منصور بن علي بالخصم لقتبي، واسم جديد يتدخل هنا الدانة سالم بن حمود بن راشد العويسي يقدم لنا الدانة هذا الانطلاق والأداء المميز الجميل. الله الله بن كليب قادم مع عجايب، سيف بن علي بن راشد بن كليب لقتبي يقدم عجايب بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل. هنا الوصول في هذه اللحظات على المركز العاشر والقادمة هنا القادمة وسام حمد بن عبد الله بن خزام، هنا أيضا العامري من يقدمها بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. نعود مشاهدينا الكرام مع 3 كيلومترات ما تبقى على نهاية هذا الشوط، هنا مع حزام الغابات الصدارة والمقدمة والمركز الأول والصدارة هنا والمنطلقة على صدارة هذا الشوط. شوق لمحمد بن خميس بالصوب لقتبي من يقدمها على الصدارة وعلى المركز الأول مندفعة بتحديات هذا الشوط وأدائه. المركز الثاني هنا ندى أحمد بن خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري يقدم لنا ندى بهذه الانطلاقة والأداء الجميل. هنا الوصول من عالية سلطان بن محمد بن حمد بن سالم الدرعي من يقدمها هنا بهذا الانطلاق على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع القادمة الدانة سالم بن حمود بن راشد العويسي، هنا أذعناها في التاسع وها هي تتسلل. كذلك الوصول من وسام حمد بن عبد الله بن خزام العامري، هنا الله وصل أبو أحمد مع مشكورة هنا بهذا الانطلاق. عامر بن حمد بن عفصان المنصوري يقدمها أيضا تقدم رائع وجميل. وبن كليب مع عجايب، سيف بن علي بن كليب لكتبي هنا مع المنعطف الأخير وزاوية الالتفاف. الوصول كذلك من الجانب الآخر هنا روعة صالح بن محمد بن صالح بن علي الحبيري يأتينا بروعة هنا على المركز الثامن والمركز التاسع. الضبية العبيد بن حلوس بن ذبان العامري، وعلى المركز العاشر القادمة هنا تأتينا نوف لصالح بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري مع نوف بهذا الانطلاق والأداء. ها هي الأسماء هنا المنطلقة الباحثة عن التحدي بعد 2 كيلومترات والخط المستقيم إلى المنصة الرئيسية إلى الفوز إلى الناموس. ولكن هنا الصدارة شوق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. يا شوق هزنيها وشوق هزيز غصن انتهى الأوراق كل غرض في الوقت ملحوق إلا وصول الصاحب أشواق. ها هي شوق على الصدارة على المقدمة على المركز
الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. شوق شوق لمحمد بخميس بالصوب الاكتبي هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني تأتي ندى أحمد بخلفان بقصيبه الظاهري يقدم ندى القادمة مشكورة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. وتأتينا على المركز الرابع القادمة الدانة سالم بن حمود بن راشد العويسي يقدم الدانة وعجايب بن خليب المنطلقة على خامس المراكز بهذا الانطلاقي. وسادس الروعة صالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري. أعود أكتفي بهذا القدر وبهذه الأسماء. أعود مع الكيل الأخير وهنا الصدارة مع شوق المسيطرة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هي شوق على المقدمة والمركز الأول مندفعة بالأداء الجميل لمحمد بن خميس بالصوب الاكتبي هي على الصدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ليدا القادمة على المركز الثاني أحمد بن خلفان بن محمد بقصيبه الظاهري. المركز الثالث عجايب المتسللة على المركز الثالث في هذه اللحظات بهذا الانطلاق سيف بن علي بن راشد بن كلاب الاكتبي. تأتي روعة صالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري على المركز الرابع الله. وهنا التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط وأحداثه. الله الله هنا الأشواق لازالت على الصدارة وعجائب القادمة عجائب قادمة بدأت تتسلل مع شعور. هنا أيضا هذا الانطلاق والأداء الجميل هنا شعار بن خليب ممثل المدام وبن خصيبة مع ندى عجائب وندى ندى وعجائب. والتحدي الأخير الله السلام منازفة من المدام التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط بهذا الأداء. منازف للمدام المدام منازف الله الله. ولكن هنا نتركن بهذا الانطلاق والأداء. المركز الثاني شوق هنا لمحمد بن خميس الصوب الروعة. في المركز الرابع هنا لصالح محمد بن صالح الحميري. والمركز الخامس الدانة لسالم بن حمود بن راشد العويسي. ونعود إلى الفوتو فنش هنا ولحظة الوصول بهذا الانطلاق الجميل. ظن السلام اتجه إلى أهالي منازف في اللحظات الأخيرة. نعم اتجه لأهالي منازف 12 دقيقة 34 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدامي هنا. إذا ندى تهانينا على هذا الفوز المميز الجميل لأحمد بن خلفان وخصيبه الظاهري. وتأتي عجائب لسيف بن علي بن كليب الكتبي ب 12 دقيقة 34 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. أما المركز الثالث فكانت الانطلاقات والتحديات هنا على ثالثي المراكز. وأتتنا بهذا الانطلاق شوق قاطعة المسافة ب 12 دقيقة 38 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن خميس بالصوب الاكتبي. تهانينا للجميع.